بريطانيا تصنف الجناح السياسي لحركة حماس منظمة إرهابية. القرار دخل حيز التنفيذ اليوم بعد أن أرسلته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى البرلمان للتصويت عليه الأسبوع الماضي. وكانت بريطانيا تصنف في السابق الجناح العسكري لحركة حماس فقط جماعة إرهابية، لكن باتيل قالت إن قرار تصنيف الجناح السياسي للحركة يأتي بعد التوصل إلى أن نشاطات الجناحين لا يمكن التمييز بينهما في خطوة تهدف إلى الحد من معاداة السامية والمضايقات التي يتعرض لها اليهود وفق تعبيرها. القرار الذي اتخذته الحكومة المحافظة له بعد سياسي داخلي كذلك، إذ أنه سيجبر حزب العمال المعارض على عدم التعامل مع الحركة. السبب على ما أظن أنه يتعلق بقضايا داخلية بخصوص حزب العمال ومعاداة السامية ومحاولة يعني مسك العصا المعنوية بأنه حزب المحافظين اتخذ إجراء ضد معاداة السامية على خلاف حزب العمال الذي ما زال يعاني من معاداة السامية داخل الحزب، وكذلك في عقاب اغتيال ديفيد أيمس وهو نائب محافظ محبوب ومشهور وقديم اغتيل على يد إرهابيين، لذلك اغتنمت هذه أو يعني استخدمت هذه القضية من أجل أن تحضر حماس كليا. وأيضا هناك ضغوط من إسرائيل، إسرائيل رحبت بهذا القرار. ووفقا للقرار ستكون المنظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب، مما يترتب عليه تجميد أصولها في بريطانيا، وأن أي دعم لها أو رفع علمها أو شعارات مؤيدة لها أو ترتيب لقاءات مع أعضائها يعد انتهاكا للقانون. تتخذ بريطانيا موقفاً منسجماً مع الموقف الأمريكي والاتحاد الأوروبي بما يتعلق بنشاطات جماعات الإسلام السياسي التي ترى أن أيديولوجيتها تحرض على العنف، وذلك لإيجاد قواعد تشريعية وقانونية للحد من التعاون معها داخل البلاد. جمان العزاوي، الحرة، لندن.